وقعت جريدة كبيرة جدا، جريدة المصري اليوم، وليها متابعين كتير. والحقيقة العنوان كان وقع الصاعقة على كل حد شافه وراه. تقييم حضرتك للواقعة دي؟ خلينا اتكلم بصفتين، بصفتي احد الكتاب الاساسيين في هذه الجريدة منذ ميلادها، يعني من 2004 بكتب فيها، واكلمكم فاطمة نعود بقى الكاتبة التنويرية الكذا الكذا. الاول الشخصين دول مصدومين جدا في اللي حصل ومندهشين جدا. كفاطمة نعوت الكاتبة في المصري أنا في قمة اندهاشي، لأني أعلم صعوبة مرور مثل هذه الكلمة حتى الطباعة. صعوبة شديدة. المصري اليوم من الجرائد، أولا كمان حينما نحكم على 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 منبر أو على شخص لابد أن نحكم على تاريخه كله. ما ينفعش أحكم عليه من خلال واقعة واحدة. صحيح. طبعا واقع كبوة الحصان الكبيرة لكن لازم أحكم على تاريخه كله. هل المصري اليوم مشهود لها بالموضوعية، بالمواطنة، بالليبرالية، بالتعددية ولا لأ؟ هل هي جريدة تدعو إلى الفتن ولا لأ؟ تاريخها ناصع ومعروف، وأتكلم هنا بمنتهى الحياد، مش عشان أنا بكتب فيها، لأ أنا بكتب فيها عشان كده. يعني هي لولا إنها جريدة راقية ومحترمة وتعددية أنا أصلا مش أنا مش هكتب فيها، وهما مش هيقبلوا كتابتي ببساطة. تفسير حضرتك أنا هقول لحضرتك مش هيقبلوا كتابتي، لأن أنا كتابتي مش أي جريدة تقبلها. أنا كتابتي فيها قدر هائل من دوز التنوير اللي ما ينفعش تقبله أي جريدة إلا إذا كانت على هذا القدر من التنوير أو أعلى. صحيح. فتاريخ الجريدة يشفع لها إنها الجريدة الوحيدة اللي بيكتب فيها قساوسة. هات لي جريدة تانية، سمي لي جريدة بيكتب فيها رجال دين مسيحيين. جريدة المصري اليوم يكتب فيها بانتظام رجال دين أرثوذكس وكاثوليك وإنجليين، يعني حتى بطوائفهم كلها بيكتب فيها. فده معناه إيه؟ ده إشارة لاستنارة وعبر رؤساء التحرير مختلفين من أيام مجدي مهنا ومجدي الجلاد وغيره وغيره وغيره، حتى اليوم دكتور عبد اللطيف المناوي. على مدار كل ده يجي يعني 20 رئيس تحرير أو حاجة، ومنهم كان الراحل الجميل صديقنا العزيز أستاذ ياسر رزق، الله يرحمه حبيبي، جالنا 6 شهور. طبعا معروف مين هو ياسر رزق وقد ايه مستنير. فكل رؤساء التحرير بلا استثناء كلهم تنويريون وليبراليون وعقول منفتحة. كيف مر هذا الخبر؟ لا أعلم، لأني عارفة صعوبة مرور هذه الكلمة. مقالنا بيتحسب بالكلمة، مقالنا مقالاتنا، وأنا كاتبة رأي وصحفية محررة، أنا محررة. حضراتكم كتاب كبار يعني مش محررين. وكنا وإحنا حتى محررين ما فيش كلمة بتمر، ما فيش حاجة اسمها كلمة تعدي كده. فعلا الكلمة في المصري اليوم بتتقاس بميزان الذهب. ده أساس مهنة الصحافة، الكلمة طبعا بالعدد. لا بس في بس في صحف تجاوز، في صحف بتدعو للفتن، في صحف لا أنا طبعا لكن أنا جريدتي جريدة المصري اليوم التي أعتز بالكتابة فيها مش كده، بالعكس جريدة صارمة جدا وتنويرية جدا وتدعو للتنوير قوي وبتحاسب فعلا على الحرف والكلمة. فكيف مرت هذا لغز بالنسبة لي، بالنسبة لي حقيقي لغز. هل حضرتك تواصلتي مع حد في الإدارة أو حاجة؟ لا أنا صدمت وبقيتش مصدقة، وحاسة أن في أول ما شفت ده على الصفحات افتكرتها حاجة فوتوشوب مش معقول، مش المصري اليوم، مستحيل، نو واي. على ما بدأت أفوق وهعمل اتصالات وبتاع، لقيت بيان الاعتذار فنشرته على صفحتي، وبيان معاقبة هذا الشخص اللي كتب. أنا معرفش والله مين، معرفش اللي كتب هذا الصحفي المحرر الخايب ده مين، معرفش الحقيقة. ومش عايز أعرف اسمه يعني 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 بس فورا لقيت الجريدة مؤسسة المصري يوم نفسها نزلت بيان اعتذار وقالت مش بس هيتوقف هذا الشخص، اتوقف عن العمل، ولكن الجريدة نفسها قدمت فيه بلاغ. الجريدة جريدة المصري اليوم قدمت فيه بلاغ للمحاكمة الصحفي نفسه. في الصحفي نفسه ده اللي معرفش اسمه، يعني ده محرر معرفش اسمه ايه، فاتقدم فيه بلاغ.
وكمان دكتور الاستاذ كرم جبر من المجلس الوطني للإعلام لتنظيم الاعلام استدعى المسؤول القانوني بها. فالاعتذار الجريمه كبيره طبعا كلمه عمرها ما مرت. انا بتكلم عن من مطبخ، انا من مطبخ الجورنال، مش بدافع، انا مش بدافع عن جورنال، انا اي جورنال في الدنيا يتمناني، يعني انا ما عنديش مشكله ان انا اروح لجورنال تاني، ما عنديش مشكله، يعني مش ده الموضوع خالص. انا الكلمه جرحتني كما جرحت الجميع، لكنها جرحت مؤسسه المصري يوم. ليه؟ لانها خارج سياقها خالص.